وبركاته. هاي رسالة لمتابعي قناة رامي عيسى سنة وشيعة. أقسم بالله الكريم، أنا كنت شيعي 12 إمامي، والحمد لله هدانا الله سبحانه وتعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وسبب هدايتي هو البحث. أول خطوة هو البحث، بحثت، وخاصة في القرآن الكريم. تحكيم، سويت تحكيم أنه أقرأ بالقرآن أكثر وبتمعن، وشفت الفرق بين عقيدة السنة والشيعة. عرفت الفرق أنه أهل السنة يتبعون القرآن الكريم بكل صراحة، حكيها هاي حقيقة والله الكريم. وهذا اللي خلاني أبحث، حتى أني يعني كنت يعني متأثر، يعني كنت متأثر بالغرب، خاصة بأمريكا، يعني باليابان. فمن شفت الإسلام مثلا عند الغرب على سبيل المثال أنه كله سنة، هنا بديت أسأل نفسي ليش مو شيعة؟ شنو السبب؟ ليش ما عندهم حسينيات؟ عندهم بس مساجد. فبديت أبحث وبديت أتابع كذلك باليوتيوب، شفت الفرق الشاسع. مثلا على سبيل المثال الأطفال حفظت القرآن عمرهم 5 سنوات عند أهل السنة، 5 سنوات 10 سنوات يطلع على اليوتيوب شفتها، وبين أطفالنا اللي يلطمون ومدمايين كلهم دم. لاحظ الفرق، شوف الفرق بين يعني وين اللي حافظ القرآن عمره 5 سنوات و6 سنوات، وبين واحد مدمه يلطم وما يعرف خطيه، كل شيء ما حد معلمه. فمن خلال البحث بديت يعني أجمع الفروقات، بديت أشوف الخلل وين الخلل. فسويت شنو يعني مخطط أو فدايجرام معين بين السنة والشيعة، سويت دايجرام من خلال البحث. يعني من حكمت عقلي وبديت أقرأ أكثر وأكثر وبالقرآن أكثر، فسويت كفروقات أدي أشوف وين الفرق، وين الخلل اللي عندهم، ليش هاي طائفة وليش هاي طائفة. يعني سويت معادلة، مثل معادلة، وهاي المعادلة تبين يعني الفرق بين اعتقاد أهل السنة وبين الشيعة. فسويت مخطط وبديت أطلع الفروقات، وين ذولي يتبعون وذولي شنو يتبعون. هسه شوف هسه هذا الفيديو راح يشوفك الفرق شلون، يعني شو الفروقات. شوف هذا الفيديو، بارك الله فيك. هسه هاي المعادلة الشيعية المزيفة اللي من التاريخ اخذناها، مظلومية الزهراء زائد مظلومية الحسين تقسيم البراءة من الصحابة ولعنهم تساوي سوء الظن بعقيدة المخالف اللي هم أهل السنة. نتج عندنا شنو النتيجة؟ السب واللعن والطعن، وبالتالي ما راح تتقبل أي فكرة تأتي خارج المذهب الشيعي. سؤال، لماذا أسميناها عقيدة مزيفة أو معادلة مزيفة؟ الجواب، لأننا لم نجدها في القرآن الكريم. هذه المعادلة ما لقيناها بالقرآن الكريم. ماذا فعل الشيعة؟ لما الشيعة المتقدمين الكوليني، الطبرسي، الطوسي، نعمة الله الجزائري، قالوا القرآن محرف. كيف القرآن محرف؟ لأن هذه المعادلة نتجت أن القرآن محرف. لماذا؟ لأن عندنا الصحابة اللي براء من الصحابة ولعنهم مخالف للقرآن الكريم. لا تلاحظ شلون؟ فهي المسألة أنه يعني أنه المعادلة أصلها موجودة من التاريخ ومكتوب وركبناها ودخلناها بعقلنا وصدقنا أنه هاي خلص، من البراءة من الصحابة ولعنهم هو الحل الأسلم. فلذلك الشيعي دائما يعني تلقاه مظلومية براسه، ما يتقبل أي فكرة. ليش؟ لأن عنده الثأر والانتقام لازم يأخذه. فهذه المعادلة اللي هو دائما كل شيء يعرفها. طيب خلينا نشوف المعادلة، معادلة أهل السنة والجماعة.
معادلة أهل السنة والجماعة اللي أنا سميتها صحيحة.